من لائحة المطالب هي 36 مطلب اجتماعي خرجت من عند القاعدة لسنا احنا اللي خرجناها. القاعدة دارت اجتماعات دورية، هناك جمعيات عامة ديزاجي تعملوا على مستوى الولايات على مستوى القاعدة خرجوا لنا هذه لائحة المطالب، والآن احنا نرافع ونناضل من أجل تحقيق هذه المطالب التي تبقى يعني مهمة جدا بالنسبة لعمال المجمع. قرر المجلس الوطني وقررت القاعدة العمالية عن طريق الجمعيات العامة على مستوى القواعد الولائية الدخول في إضراب وطني شامل أيام لمدة 3 أيام متجددة، أيام 21 و 22 و 23 من الشهر الجاري، أي بعد 8 أيام من تاريخ اليوم.